الثاني احمد عادل عبد الفتاح على ايدنا اليمين النادي الاهلي يبدا ويسلم مره ثانيه. رمضان صبحي التمريره الجانب الايمن وادي التحرك وادي التمريره الارضيه والتصويبه اتطلق من كريم حمدي وليد سليمان مره ثانيه بالايمن فتحي وحسين الشحات عدى ومر وفات الشحات التمريره يا سلام وليد يقفل الباص رمضان ولكن تغطيه دفاعيه اتعمل بلوك دفاعي مزدوج ادي مستر تقول للفريق اي فريق تقول له هات ال 12 دوري اللي عندك وادي لك حسام عاشور مره ثانيه وادي صفيره حكم اللقاء صبر ابراهيم قال له ما فيهاش اي حاجه واشار باستئناف اللعب مع الاهلي لاحمد فتحي والركله الحره ووليد سليمان فتحي يصوب ويسدد الكل بيتفرج عليها لكن استطاع ركنيه اتلعبت علي معلول يعلق ضربه الراس من مكمل اتسندت عدت مرت ولكن رايا من احمد عادل عبد الفتاح والشحات عدى ومر وفات مشي يسند وليد هيصوب ويسدد تصويبه بالقدم اليسرى ولكن بجوار القائم الايمن لكريم حمدي. ادي وليد سليمان اتلعبت ما بينه وما بين الشحات وصوب وسدد وليد سليمان بجوار لكن الضغط ادي اللي بقول لحضراتكم عليه امر المميز البريس عند رمضان حب يعلقها في المرمى ويخدع كريم حمدي الجانب الايمن لفريق البلاستيك لكن مقطوع مره ثانيه ادي رمضان صبح القوه المهاره يلعبها وليد مش ممكن غريبه وعجيبه عدت مرت وضعيفه ادي اتلعبت وادي وليد ازارو فين يا وليد مفيش اسهل ولا احلى ولا اجمل من كده وليد سليمان وليد لاحمد فتحي والله رمضان عدى مر فات رمضان لكن التألق من كريم حمدي ضغط مكثف من النادي الاهلي ادي اللي بقول لحضراتكم عليه همسات رمضان ولمسات الشحات برضه حاول يستعيد بريقه ولمعانه حسين الشحات علي معلول لمست عدت الشحات العرضيه فين الشحات ولكن التغطيه الدفاعيه والتمركز تجربه قويه للنادي الاهلي لعبت في اتجاه ازار وعدت مره تحط الراجل مش ممكن رمضان ولكن التألق علي معلول وحسين الشحات يعلقها الراسيه عدت مره فاتت خارج الملعب عاشور في العمق مرة تانية اتلعبت عدت مرت وليد ازارو تصويبة مخطوفة خطف من وليد ازارو ولكن كريم حمدي يتألق للمرة التانية والتالتة ادي اتسندت من رمضان ووليد ازارو واخدها وان تاتش من وليد ازارو عطرت بداية وانطلاق شوط اللقاء الثاني على بركة الله على ايدنا اليمين البلاستيك على ايدنا الشمال النادي الاهلي هنشوف لو شمال رمضان صبحي دور على حد يسند عليه رمضان يطلع اتلعبت عرضية اتسندت حط يا راجل جول حط يا راجل وليد ازارو وليد يرجع من جديد لكن العرضية الجميلة من شوف جمال صالح جمعة او صالح جمعة ده اللي تقدر تقول عليه وسط الناس الجمال يتقاس لعبها له وحطها له بالمقاس فيش احلى من كده رمضان اتلعبت العرضية فين اتلعبت العرضية عايز ياخدها وان تاتش رمضان اتسندت حط راجل لكن رايه صفارة ساعتين في إشارة المحور أو الدائري ويطلع يتكلم لا خلينا ونشوف حفيظ دراجي وتكريمه في النادي الأهلي يلعب مرة تانية صالح جمعة وادي التصويبة يا سلام على الهدف يا سلام على الروعة والجمال وادي وليد ازارو
يا سلام على الروعة، يا سلام على العرضية، يا سلام على الحطة، يا سلام على الوان تاتش. هات من جوه يا كريم، هات من جوه كريم. يضع فريق البلاستيك، مانجا مانجا، عايز يصوب بالقدم اليسرى. وادي تصويبة، يا سلام يا علي يا لطفي، تصويبة قوية وأخطر هجمة على النادي الأهلي، أخطر تصويبة وأخطر تسديدة. انصحب القميص 21 أحمد الصغير، آدي مانجا، وادي عدت اتسندت لأحمد الصغير وخدها ورد، والله وان تاتش، ولكن باليد العكسية لصالح صالح. التمريرة عدت لأجاي، أجاي 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 يا أجاي، مش ممكن يا أجاي، بطء شوية، البطء حرر الهجوم اللي عند لاعب النادي الأهلي. يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا صالح، يا سلام على حلاوتك وجمالك يا صالح، وسط الجمال وسط الناس الجمال يتقاس يا صالح يا جمعة، وسط الناس الجمال يتقاس يا صالح يا جمعة. فيش أحلى ولا أجمل ولا أروع من جمال صالح جمعة. آدي يا جماعة اللي بقول لحضراتكم عليه، طبيب التخبعة، آدي اللمسة الجميلة. وادي صالح، يا سلام يا صالح، مش أي لعيب هيعملها كده، مش أي لعيب هيلم في المكان ده، ولا أي لعيب هيلم في المساحة دي. والله لو عدي الشيخ قطع، الشيخ مر، الشيخ فات، الشيخ وأجاي يلعبها، الأجاي أجاي أجاي، العرضية الأرضية عدت، مش ممكن على الروعة، مش ممكن على الجمال، مش ممكن على الوان تاتش الجميل والتصويب. مرة تانية علقها له مرة تانية، مش ممكن في القائم. جيرالدو يموه، جيرالدو هشام مع جيرالدو، العرضية الأرضية عدت مرت، الشيخ حب استنى الشيخ لكن ترجع مرة تانية، حط راجل، التصويبة قوية لكن بجوار القائم الأيمن لمرمى كريم حمدح. ولا مين صالح بيدور على مين؟ ادي شوف التمريرة، شوف هدوء صالح، شوف السندة، هي دي ركلة الجزاء، لمسة صالح جمعة هي دي ركلة الجزاء. لكن شوف الروح اللي في النادي الأهلي، شوف الروح، صالح جمعة بيدور على مين؟ بيديها لمين؟ بيديها لحمدي فتحي. المشهد ده ما تلاقوش في أي مكان تاني. ماركة مسجلة، مروان جول 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 جول، مروان محسن يضع هدف رابع للنادي الأهلي، مروان سوبر ماريو يضع الهدف الرابع للنادي الأهلي، مروان محسن هدف رابع للنادي الأهلي. لكن مشهد صالح جمعة اللي قلت لحضراتكم عليه، وهو